Hi there, everyone. This is an exclusive Hot Anger. ستجد في الواقع طالباً على الأقل في كل فصل متأخراً دراسياً وربما أكثر من طالب وهؤلاء الطلاب الذين لا يحققون النتائج المرغوبة دائماً ما يشكلون أزمة لمعلميهم وذويهم إخفاق الطالب في مواكبة الأهداف الدراسية المطلوبة منهم المتأخرون دراسياً لديهم المحفز الكافي للتعلم ولكنه موجه لطريق مختلف غير الحصول على الدرجات الجيدة واكتشاف أين يكون محفزهم واستغلاله هو المفتاح الذي سيساعدهم للعودة لأن يصبحوا مواكبين لأهدافهم الدراسية مهم جداً منح الطفل احتياجاته الصحية والنفسية والاجتماعية والعاطفية لبناء شخصية متزنة تأخر الطالب عن أهدافه الدراسية لا يجعل منه غبيا بل على العكس فإن نسبة كبيرة من المتأخرين دراسيا من الموهوبين أو من ذوي الذكاء المرتفع